أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة بالتأكيد هنركز على الحدث الأبرز، وهي الزيارة المهمة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، وذلك في إطار المشاركة المصرية في التجمع الاقتصادي المهم، هذه القمة الاقتصادية الخاصة بدول تجمع بريكس. هذا التجمع الذي يضم عدد كبير من كبار الاقتصاديات الواعدة في العالم، وبالتالي هذه المشاركة المصرية تعتبر أيضا مشاركة لها أهمية كبيرة، وذلك كدليل واضح على الاقتصاد المصري الواعد وعلى أيضا الموقع الاستراتيجي المميز لمصر، وأنها بالفعل ستعد فرصة جيدة من أجل عرض البرنامج الاقتصادي بشكل عام، النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في إطار العلاقات المشتركة بشكل خاص بين مصر والصين، وذلك أيضا في إطار المبادرة التي تعرف باسم الحزام والطريق. هذه المبادرة التي شاركت فيها مصر في عام 2013، والتي تعزز من أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والصين، بين هذه المبادرة الصينية من ناحية، وكذلك أيضا بين النمو الاقتصادي المصري وبرنامج التنمية المستدامة في مصر 2030، مما يعزز من أوجه العلاقات الاقتصادية بشكل عام بين الجانبين. إن شاء الله النهاردة هيكون في هذا الحوار اللي هنجريه على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الأستاذ السيد هاني الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، وكذلك أيضا هيكون معانا دكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي. طبعا هذه الجولة بالتأكيد مشاهدينا الإخبارية اللي احنا هنبدأها مع حضراتكم، بالتأكيد طبعا هيكون الخبر الأول فيها أيضا عن وصول السيد الرئيس اليوم إلى مدينة شيامن الصينية، ومن المقرر أنه هيلقي غدا الاثنين كلمة بيستعرض فيها التجربة المصرية في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام وما تتيح مصر من فرص واعدة للاستثمار. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل بالفعل إلى مدينة شيامن في وقت سابق من اليوم للمشاركة في الأعمال والفعاليات الخاصة بتجمع هذه القمة المهمة ودول بريكس التي تعقد خلال الفترة من 3 حتى 5 من سبتمبر الجاري. بالتأكيد مصر بتسعى من خلال المشاركة في هذه القمة إلى توطيد العلاقات على المستوى الاقتصادي كما ذكرنا، ليس فقط مع الصين ولكن مع مختلف الدول التي تتبع هذا التجمع المهم، تجمع بريكس، والتي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي واحتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار. نتابع مع حضراتكم. مشاركة الرئيس السيسي في قمة دول تجمع بريكس تؤكد مكانة مصر وما تملكه من مؤهلات اقتصادية وسياسات وتجارية تؤهلها لأن تصبح عضوا في المجموعة التي تضم كلا من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهي الدول أسرع نموا في العالم. قمة البريكس تعقد هذا العام بمدينة شيامن الصينية، وذلك في الفترة من 3 حتى 5 من سبتمبر، تحت شعار شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا. ويشارك في القمة الدول الأعضاء في التجمع بالإضافة إلى 9 دول على رأسها مصر. ويمثل التجمع بريكس ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي، وتساهم بأكثر من نصف النمو العالمي في عام 2016، كما تنتج تلك الدول 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات، وتضم سوقا استهلاكية هائلة تمثل 40% من تعداد سكان العالم. تسعى مصر من خلال تلك القمة إلى توطيد العلاقات على المستوى الاقتصادي مع دول تجمع البريكس، والتي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي واحتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار. الصين مستضيف القمة ترى أن مصر قوة اقتصادية صاعدة ومفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأحد الدعائم الأساسية في تنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وذلك في ضوء موقعها الجغرافي والفريد لملتقى القارات الثلاث، وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا. الرئيس السيسي من جانبه أكد استعداد مصر للتعاون المضطرد مع مجموعة البريكس للدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا في العالم،
لا سيما وأن مصر تتمتع بقدرات اقتصادية واعدة وتوفر موقعا استراتيجيا متميزا يمكنها من المساهمة بفاعلية في دعم مجموعة دول البريكس. على هامش قمة البريكس تعقد جلسة حوار بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية، ويلقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة يطرح فيها رؤية مصر السياسية والاقتصادية، ويستعرض أيضا السياسات الاقتصادية التي تنفذها القاهرة لجذب الاستثمار الأجنبي. وقد حددت الصين 4 أهداف أساسية لقمة البريكس هذا العام، وهي الشراكة من أجل السلام في العالم، والشراكة لتعزيز التنمية المشتركة، والعمل على دفع التنوع الحضري، وأخيرا الشراكة من أجل حوكمة اقتصادية عالمية تعطي الدول النامية صوتا وتمثيلا أكبر في المحافل الدولية. الرئيس السيسي يتوجه عقب مشاركته في اجتماعات البريكس إلى فيتنام هانوي، وذلك في أول زيارة من نوعها للرئيس المصري في تاريخ العلاقات بين البلدين. يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الفيتناميين لبحث تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، خاصة في مجالات تجارية. طبعا حول آخر الأخبار الخاصة بالحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، وصل الحجاج المصريون أداء شعائر الحج هذا الموسم، وقاموا برمي جمرة العقبة الثانية في ثاني أيام التشريق. بدأ بعض الحجاج من المتعجلين والرحلات الخاصة في مغادرة الأراضي السعودية عائدين إلى مصر، فيما غادر البعض الآخر إلى المدينة المنورة بعد أداء طواف الوداع. استمرت لجان وزارة السياحة والمفتشون في الانتشار في مخيمات شركات السياحة في منى لتفقد أحوال الحجيج، وما إذا كانت هناك أي شكاوى للحجاج للتدخل ثم حلها على الفور. اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أعلن أيضا أنه جميع الحجاج المصريين بخير، وأنه لا توجد أي حالات مسجلة لأي مفقودين، وقال أنه أول فوج سيعود إلى القاهرة إن شاء الله يكون يوم الخميس القادم. وارتفعت نسبة الوفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن إلى 46 حالة وفاة بسبب الحرارة الشديدة وأمراض الشيخوخة وأيضا أسباب أخرى. المصريون احتفلوا طبعا بثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم جميعا دايما طيبين وبصحة وفي أمان وسلام. وطبعا الاحتفال كان من خلال إجراءات طبعا أمنية مكثفة موجودة في مختلف شوارع الجمهورية لتأمين الاحتفالات في مختلف محافظات مصر. قطاع كبير الحقيقة من المواطنين دايما بيكونوا حريصين جدا على الخروج للمتنزهات خلال إجازة العيد، نظرا لأنها الحقيقة بتجمع بين أنه في أماكن مختلفة بيزوروا فيها الأقارب، وأيضا بيكون في أماكن أخرى. طبعا احنا دلوقتي بنتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة كورنيش النيل من أمام ماسبيرو، وتجمع طبعا المواطنين للخروج في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. زي ما قلت لحضراتكم طبعا زي ما كلنا متعودين ان احنا بيكون في زيارات عائلية دايما في اليوم الاول، وبعد كده طبعا بيكون التنزه في مختلف الاماكن اللي بيكون فيها مناظر طبيعية او يعني اماكن كثيرة الحقيقة للتنزه في هذه المناسبات. في خبر الحقيقة بنتحدث فيه عن انه قطاع الأمن العام نجح، وضباط قطاع الأمن العام تحديدا نجحوا بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل أسرة مكونة من 4 أفراد داخل مسكنهم وذلك بغرض السرقة. اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه أيضا اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة وذلك لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل زراعي وزوجته وابنيهما وذلك بمسكنهما الكائن بدائرة مركز شرطة كفر الدوار إثر إصابتهم بجروح ذبحية. تحريات فريق البحث أسفرت أيضا عن أنه وراء ارتكاب الواقعة المدعو ميم عين وهو 43 سنة سمسار ماشية ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وله معلومات جنائية مسجلة، وتوجه لمنزل المجني عليه وتسلل عن طريق السور الخارجي، وأثناء تواجده في غرفة النوم شعرت الزوجة به فتعدى عليها بسكين وأودى
بحياتها، وعقب ذلك حضر باقي المجني عليهم من الخارج تباعا، فتعدى عليهم أيضا بالسكين حتى قتلهم جميعا واستولى على مبلغ مالي يقدر ب 17,000 جنيه. موضوع آخر معنا في هذه الفقرة الحقيقة تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وإحنا بدورنا أيضا بنعرض على حضراتكم هذا الموضوع. رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة تناولوا الصحفي والبرلماني عبد الرحيم علي بأنه بيتعمد إثارة القلاقل وذلك لحسابات شخصية في الوقت اللي بيحتاج فيه الوطن لتكاتف جهود أبنائه في هذه الفترة تحديدا. بعض الصحفيين الحقيقة أيضا تحدثوا عن هذا الموضوع، مثلا في صحيفة روزا اليوسف رئيس التحرير أحمد باشا كتب مقال بعنوان هذا المقال بيتهم فيه تحديدا عبد الرحيم علي بتحقيق مكاسب شخصية عن طريق تبني مواقف سياسية مغيرة، وذلك على حسب ما ذكر أحمد باشا في هذا المقال. أيضا هناك موقع جريدة الجمهورية كتب تامر عبد المنعم مقال آخر بعنوان من مساكن الزلزال إلى نيو جيزة، بعنوان عبد الرحيم علي من مساكن الزلزال إلى نيو جيزة. ده اللي كتبوا الحقيقة بعض الصحفيين، وإحنا بنعرضه لحضراتكم زي ما هو كتب تماما، وبالتأكيد حق الرد مكفول بالنسبة للصحفي البرلماني عبد الرحيم علي للرد على هذه الكتابات أو على المقالات التي كتبت ضده. معنا على التليفون عضو مجلس النواب النائبة غادة العجمي. أستاذة غادة أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. يا فندم مساء الخير. عايزه يا فندم اعرف قصه الموضوع ده من حضرتك، اتفضلي. والله طبعا انا فوجئت ان حد من الصحفيين بيكلمني بيقول لي ايه رايك للاعلامي عبد الرحيم علي كاتب، وطبعا قرا لي كلام كده فارغ للاسف الشديد في الصحيفه عنه عن بعض النواب، وكتب يعني بيقرا لي كاتب ايه عني. فطبعا انا ما اتصدمتش، على فكره انا ما اتصدمتش لاني الموضوع يعني هو اتكلم يعني على حضرتك بشكل شخصي يا فندم. مش انا وبس، انا وبعض النواب والمجلس عموما ورئيس المجلس. يعني احنا لما حد من بره المجلس او من بره القاعه او من بره بينا بيتكلم عن المجلس يمكن ما يكونش عارف تفاصيله، يمكن ما يكونش عارف قد ايه رئيس المجلس بيتعب، قد ايه بيقعد 10 و12 ساعه متصلين، وبنفضل نقر في القوانين ونسمع ونقول والله مليون مره اقول ربنا يحميه لان بينتع من قلبه عشان نقدر نوصل اللي احنا فيه. ولما الناس من بره بيسالونا او بينقضوا المجلس بنقول مش شايفين ومش عارفين. الصدمة بقى لما يطلع حد من جوه المجلس وينتقد أو أنه يقلل من قيمة النواب أو من المجلس أو من رئيس المجلس. أنا لا أسمح بذلك نهائي. المجلس خط أحمر، المجلس خط أحمر التوقيت ده بالذات. الناس كلها عارفة أن احنا بنتحارب علنا وخلاص. احنا عرفنا ان 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 بلدنا ورئيسنا وشعبنا بيتحارب. الغرض من العالم كله ان مصر هي الغرض. واحد بقى ليه غرض عايز يمسك يجري الحكم، واحد تاني معرفش عايز يمسك ايه ويرجع في ايه. هو انا عايز افهم هو ده ميراث مثلا حد ولا كان مكتوب باسم حد؟ بلد بحالها بشعبها بعدد سكانها لعبه في ايد ناس، واللي مش عاجبه ده بتصفيه حسابات معينه لده يبتدي ان هو يدخل مؤسسات الدوله اللي احنا بعد ثورتين وصلنا للي احنا فيه. وتاني هقول تاني اقول تاني اللي ما بيعرفش يقول عدل. يعني لا. حضرتك شايفه انه هذا النقد اللي صدر من الصحفي البرلماني عبد الرحيم علي انه لحسابات شخصيه؟ مليون في المية. حضرتك تيجي حضرتك بعد سنتين في الأغراض الجماعة الإرهابية لما أنا نزلت حاجة على أساس يدفعوا 200 دولار من سنتين وجاي يقولها دلوقتي ليه حضرتك؟ جاي تقولها ليه؟ وأنا ليه؟ وده ليه؟ ورئيس المجلس ليه؟ والمجلس ليه؟ ليه؟ يطلع حضرتك زي ما حضرتك قلتي يفسر الكلام ده؟ طبعا هو احنا قاعدين مثلا بره طبعا بس يفسر الكلام على اي اساس. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، محترمي الكامل للاعلام، هل هو الاعلام وسيله للضغط على الدوله؟
هل هو الإعلام وسيلة للضغط على تصفية حسابات؟ هل هو الإعلام بقى دلوقتي حرب؟ يعني أنا دلوقتي علشان أحارب حد أو أحارب دولة أو أوصل لحاجة معينة أفتح لي جريدة وأفتح لي قناة وأقعد أحارب بيها دولة؟ لا معلش، مع احترامي الكامل لأي واحد هيقدر يستغل منصبه أو الإعلام، في قوانين الإعلام دلوقتي وفي قوانين لجنة القانون يا جماعة. وبعدين مش هنخاف احنا من حد ولا هنعمل من حد عشان حد يعلو صوتنا علي. انا شخصيا ما بخافش من حد، انا شخصيا ما بخافش من حد. اللي هيقرب من جنب المجلس ولا من جنب رئيسه ولا جنب نوابه بطريقه مهينه، لا انا اللي واقفه بقى وهعرف ازاي اخد حقي، وهعرف ازاي كويس جدا اخد حق المجلس وحق اللي انا انتمي ليه وحق رئيس المجلس اللي انا بكمل ليه كل تقدير والاحترام. انا بشكر حضرتك استاذه غاده العجمي عضو مجلس النواب، وتنضم الينا ايضا نائبه اخرى في مجلس النواب عضو مجلس النواب النائبه زينب سالم. اهلا بحضرتك استاذه زينب. اهلا بسيادتك وبالساده المشاهدين. اهلا يا فندم. الحقيقه استاذه غاده ذكرت انه حصل نقد واضح وصريح بالنسبه للمجلس وبالنسبه لاعضاء المجلس من قبل الصحفي والبرلماني عبد الرحيم علي، في وقت يعني الوطن بيكون في حاجه ماسه لتكاتف الجميع وللتوحد الحقيقه في هذه الفتره تحديدا. عايزه اعرف بالنسبه لحضرتك استاذه زينب يعني رايك في هذا الموضوع ايه؟ والله يعني النهارده اتفاجئت بمقال من محققين في جريدة يمتلكها أو رئيس مجلس إدارتها زميل لينا، وكان المقال ده بيحتوي على سخرية على وتجريح والمساس بكرامة النواب على آرائهم. دي أعتقد أنها سكتة سياسية صعب أنها تغفر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التجريح في المجلس أمر غير مقبول تماماً، والمجلس النواب مؤسسة من أعرق المؤسسات، وأعتقد كان من باب أولى أن رئيس تحرير أو رئيس مجلس إدارة هذا الجورنال أن هو يربع بمحققينه أن هم يتناولوا آرائنا أو ما نراه أن هو مواضيع هامة تخص المجتمع بهذه السخرية من باب النكتة. يعني حضرتك لو تقري المقالة. سخرية على إيه بالضبط يا فندم؟ يعني هو النقد، النقد كان عبارة عن إيه بالظبط بالنسبة يعني للمجلس ولا بالنسبة للأعضاء المجلس نواب المجلس ولا بشكل شخصي ولا إيه بالظبط؟ يعني حضرتك في آراء لبعض النواب ممكن 30 نائب 25 نائب، دول تناولوهم بطريقة أنا لا أقبلها ولا أسمح بها ولن أتهاون فيها، إن هو إن مفروض إن أنا بعبر عن فئة من الشعب وبعبر عن الشعب المصري، مش مفروض إن أنا يبقى فيه تهكم وسخريه ومساس بكرامتي وكرامتي. يعني انا بمثل مجلس النواب، انا جزء منه، ولن اسمح اي حد من كان سواء صحفي او اعلامي او في الشارع ان هو يمس المجلس. وعلى اساسه احنا ابتدينا نتحرك ونعمل مذكره بنعرضها على مكتب المجلس بناء على المادة 215 من اللائحة. وفي نفس الوقت علشان أكون واضحة مع حضرتك وصريحة، أنا اتصل بي السيد عبد الرحيم علي واعتذر إنه اللي حصل ده حصل من محققين صغيرين، وهو تناول الأمر وفعلا هينزل اعتذاره، وأتمنى يكون اعتذار عن طريقكم وعن طريق جميع وسائل الإعلام والمواقع. يعني هو اتصل بحضرتك واعتذر وقال ان هو هينزل هذا الاعتذار بشكل رسمي؟ هو كلمني كلم حضرتك امتى يا فندم؟ من نص ساعة تقريبا، وانا وضحت له وجهة نظري ان خط ان النواب مجلس النواب مش خط احمر، لا ده حائط احمر، وهو الزميل اعتذر اعتذار وقال لي ان انا هنزل الاعتذار ده في على برضه في نفس المكان، وهيحاسب من تطاول على المجلس لان هذا لا يرضي. واعتقد ان المجلس خط احمر ما حدش يجي جنبه خلاص تاني بعد كده، ولن نسمح بيه مره اخرى لا داخل المجلس ولا خارج المجلس.
أنا بشكر حضرتك أستاذة زينب سالم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا أيضا على التوضيح أن حضرتك ذكرتي برضو أنه الصحفي البرلماني عبد الرحيم علي إذا كان هو قام بنقد المجلس أو أعضاء المجلس، ولكنه أيضا أنه اتصل بحضرتك وقدم اعتذار وقال أنه هو كمان هيقدم اعتذار رسمي، وإحنا بانتظار هذا أيضا الاعتذار الرسمي علشان تكون الصورة كاملة. وضحنا أمام حضراتكم من النائبة أستاذة غادة العجمي عضو مجلس النواب أنه الصورة بشكل كامل، أنه إزاي حصل نقد واضح لمجلس النواب بشكل حقيقة أثار غضب أعضاء مجلس النواب، ومن بينهم طبعا النائبة غادة عجمي اللي تعرضت هي شخصيا أيضا لهذا النقد، وكذلك أيضا أستاذة زينب سالم. ولكن أستاذة زينب أكدت على أنه البرلماني والصحفي عبد الرحيم علي أيضا تقدم لها باعتذار شخصي، وقال أنه هذا الاعتذار هيكون رسمي قريبا، وإن شاء الله إحنا أيضا نكون يعني نعرض هذا الاعتذار علشان نكون عرضنا الصورة بكل أركانها، وأيضا حق الرد أيضا مكفول بالنسبة للصحفي والبرلماني عبد الرحيم علي. خبر آخر معانا في هذه الجولة الإخبارية أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أطلعت المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي في مصر رضا باقر على برامج الحماية الاجتماعية وبحث خطط التوسع في برامج حماية المرأة والطفل وبرامج التنمية الريفية المتصلة بحماية الفقراء من أثار التضخم والموازنة والموازية لخطط الإصلاح الاقتصادي بشكل عام. الوزارة ذكرت في بيان اليوم أنه باقر حرص في مستهل عمله في القاهرة على زيارة وزارة التضامن، وأنه الجانبين ناقشا إجراءات الشمول المالي التي تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بنك ناصر وبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وبرامج تطوير الحضانات التي تتبناها الوزارة. أفاد البيان أيضا أن والي أوضحت لباقر أنه في 14 ألف حضانة مرخصة متفاوتة المستوى، بالإضافة إلى وجود أكثر من 5000 حضانة أخرى غير مسجلة أو مرخصة وبتحتاج إلى المساعدة، وذلك لرفع مستوى خدماتها وتسجيل غير المسجل منها. خبر آخر عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، واللي أكد أنه الخبر الذي بثه أو بثته إحدى المواقع الإلكترونية بشأن تحويل جريدة الجمهورية إلى إصدار أسبوعي هو خبر عاري تماما عن الصحة جملة وتفصيلا. أكد جبر أيضا في تصريح نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه الهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في التصدي لمثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتنال من حالة استقرار التي تسود المؤسسات الصحفية القومية، وتأتي في الوقت الذي أقرت فيه الهيئة مشروع الإصلاح الشامل وبدأت جدول زمني للتنفيذ في مختلف المؤسسات. ناشد جبر بضرورة تحري الدقة والمهنية حفاظا على كرامة المهنة واحترامها أمام الرأي العام، وشدد على ضرورة اتباع المعايير الموضوعية والابتعاد تماما عن المعارك والخلافات الشخصية. خبر رياضي في جولتنا الإخبارية عن تتويج لاعب المنتخب الوطني لسكواش رامي عاشور بلقب الصين المفتوحة عقب تغلبه على علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم. نجح رامي عاشور في العودة لمنصات التتويج مرة أخرى بعد فترة غياب للإصابة، مواصلا الزحف نحو عرش العالم في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها مؤخرا، وجاءت نتائج الأشواط 11-3 11-8 و10-12 و2-11 و11-5 في مباراة استغرقت 60 دقيقة. يشار إلى أن بطولة الصين الدولية المفتوحة لإسكواش بتعد واحدة من أهم بطولات العالم كونها مصنفة ضمن 7 بطولات الأكبر عالميا. طبعا لعبة سكواش نور الشربيني فازت بنفس البطولة، ولكن طبعا بالنسبة للسيدات بنقدم طبعا التهنئة لرامي عاشور وأيضا لنور الشربيني. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لتقرير نتابع فيه احتفالات المصريين بثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيب. في اليوم الثالث من إجازة عيد الأضحى شهدت حديقة الأزهر إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة الشباب والأطفال الذين حرصوا على قضاء إجازة العيد
وسط الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالجو الجميل. العيد طبعا زي ما بقولوا كده عيد فرحة، الفرحة للأولاد للكبار لكل الناس، وربنا يعيد عليه وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله. عيد جميل بصراحة، يعني احنا بنتفسح بنروح الحدائق وبعيد مع أصحابي وأهلي، بخرج وبلعب وكل حاجة وبتمشى مع أصحابي وبنخرج وكل حتة في العيد. عيد جميل قوي. أعياد ميلاد وعقد قران لعروسين وأطفال يلعبون الكرة، هذه هي أبرز مظاهر العيد في ثالث أيامه. النهاردة عيد ميلاد أنا وأختي، فلقيت صحابي كلهم عاملين لنا مفاجأة، وماما وأخواتي، وزي ما أنت شايف الجنينة زحمة النهاردة، يعني ناس كتير جدا في الجنينة ومبسوطة جدا، وكانت أحلى مفاجأة بالنسبة لي. بنخرج نتفسح، والمصادفة أن عيد ميلادهم توأم يعني، وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وبفسح. بنفرح وبنلعب، بنروح الجنينة وبنلعب وبنخش المراجيح، بعدين بنلبس طعم جديد ونشوف الخروف. ويحرص قطاع عريض من المواطنين وخاصة محدود الدخل على زيارة الحدائق، كونها تجمع بين البساطة والتكلفة القليلة. فرحة العيد عمت دموع المصريين، فخرجوا رجالا ونساء وأطفالا للاحتفال بالعيد، خاصة في الحدائق والمتنزهات، وذلك قبيل انتهاء إجازة العيد. من حديقة الأزهر، أشرف مبارك، النيل. انطلقت اليوم في مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين القمة التاسعة لدول مجموعة بريكس الاقتصاديات الخمس الأسرع نموا في العالم، واللي بتشارك في فعالياتها لأول مرة مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد قادة خمس دول ضيوف شرف بهذه القمة، وهي مصر وغينيا والمكسيك وطاجكستان وتايلاند. بالتأكيد هذه القمة لها أهمية كبيرة، والمشاركة المصرية أيضا بتحتل أهمية كبيرة نظرا لأهمية هذه القمة. هي قمة اقتصادية بتضم يعني قوة اقتصادية كبرى، وبالتالي ذلك تأكيد أيضا على القوة الاقتصادية المصرية الواعدة، وأنها أيضا فرصة لعرض برنامج مصر للاستثمار وقانون الاستثمار الجديد وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. من المقرر أنه غدا إن شاء الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة أمام منتدى أعمال بريكس، وذلك للتحدث حول النمو الاقتصادي المستدام فيما يتعلق بمصر والتنمية المستدامة، وذلك أيضا في إطار أنه كانت هناك مبادرة مصرية أو مبادرة صينية شاركت فيها مصر، وهي مبادرة الحزام والطريق، وكان ذلك في عام 2013، واستمرت مشاركة مصر في هذه المبادرة، وبالتالي هذا بيعد تأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني، المبادرة الصينية من جهة، وكذلك أيضا برنامج التنمية المستدامة مصر 2030 من جهة أخرى. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ثم نعود إلى وقفتنا الحوارية. في إطار زيارته الهامة للصين، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين في منتدى أعمال تجمع بريكس، والذي سينظم جلسة خاصة عن مصر. ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الجلسة يستعرض فيها أمام نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من دول تجمع بريكس ومختلف أنحاء العالم التجربة المصرية في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، وما تتيحه مصر من فرص واعدة للاستثمار من خلال مختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا. كما يلتقي الرئيس السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث عدد من الموضوعات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويضم تجمع بريكس الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء خاصة على المستوى الاقتصادي في إطار المحافل متعددة الأطراف. وقد حرصت الصين على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات بريكس نظرا لكونها ضمن الدول ذات الاقتصاديات الواعدة، وذلك في ظل حرص التجمع على تعزيز التعاون والحوار مع الاقتصاديات البازغة والنامية
والعمل على زيادة مساهمتها في هياكل الحوكمة الاقتصادية الدولية. يذكر أن الدول الأعضاء في بريكس تسهم مجتمعة بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي واحتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. ما زال برنامج من القاهرة بيتواصل معكم على شاشة نيل الأخبار. في هذه الوقفة الحوارية نتحدث عن موضوع في منتهى الأهمية، وهي المشاركة المصرية في قمة بريكس. أهمية هذه المشاركة، أهمية هذه القمة، الرسالة التي توجه لكل العالم من خلال هذه المشاركة المصرية الاقتصادية ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، معاني كثيرة هنتناولها في هذا الحوار من خلال ضيوفي الكرام: الأستاذ السيد هاني الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية ونائب رئيس التحرير الجمهورية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. وأيضا دكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، برحب بحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنت بصحة والسلامة يا فندم، شكر قوي. أستاذ سيد، في البداية عايز أتكلم على أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة. طبعا قمة بريكس بتعتبر قمة اقتصادية لها ثقل ولها أهمية كبيرة نظرا للدول الأعضاء في هذه القمة، وبالتالي المشاركة المصرية بتعتبر أيضا مهمة للغاية في إظهار مدى القوة الاقتصادية المصرية التي أدت إلى هذه المشاركة فيها. بلا شك هذا هو ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حواره مع وسائل الإعلام الصينية. أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة تتحقق على صعيدين، صعيد الثنائي العلاقات مع الصين والصعيد الدولي. إذا بدأنا بالصعيد الثنائي، بنجد أن الصين حريصة دائما على توجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الحضور والمشاركة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية الهامة التي تستضيفها الصين. هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين. الزيارة الأولى كانت تلبية لدعوة من الرئيس الصيني، تمت في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر سنة 2014. الزيارة الثانية كانت في الأول من سبتمبر سنة 2015 لحضور الاحتفالات بعيد النصر الوطني ومرور 70 سنة على انتهاء الحرب العالمية الثانية. قوة رمزية من القوات المسلحة المصرية شاركت في العرض العسكري الصيني، وده له معنى خاص ودلالة خاصة بتؤكد عمق ومتانة العلاقات الصينية بين مصر والصين. الزيارة الثالثة كانت في سبتمبر 2016 لحضور اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت في الفترة من 4 إلى 5 2016. الزيارة الثالثة أيضا في نفس التوقيت سبتمبر 2017 لحضور اجتماعات مجموعة البريكس. على الصعيد الدولي، بنجد أن مجموعة البريكس مرشحة لأن تكون تكتل قوي جدا في العالم، أولا بحكم إمكانياتها الاقتصادية بتضم دول قوية، إنتاجها بتشكل 22% من حجم الإنتاج العالمي، تضم 40% من السكان، هي الدول الأسرع نموا، بتضم قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية، وبالتالي هي لها دور سياسي إلى جانب دورها الاقتصادي كبير جدا. البعض بيتوقع لها أن قوتها الاقتصادية تسبق قوة الاتحاد الأوروبي، وربما تكون هي أقوى تكتل في العالم في السنوات والعقود القريبة، لأن هي كمان بتمنع أنه يكون في هيمنة لدولة ما على الاقتصاد العالمي بشكل عام يعني. طبعا طبعا. طيب أنا عايز أخذ من النقطة دي تحديدا أستاذ سيد، وعايز أتكلم مع حضرتك دكتور شريف، أنه هذه أو هذا التجمع الاقتصادي زي ما أستاذ السيد الحقيقة ذكر أنه بالفعل ليه أهمية اقتصادية كبيرة وأهمية سياسية أيضا، أن هو بيمنع أنه يكون في هيمنة من قبل دولة بعينها على الاقتصاد العالمي. أنه يتم دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذا التجمع وهذه القمة التي لها أهمية اقتصادية كبيرة، من وجهة نظرك ما هو المعنى أو ما هي الرسالة التي ترسل لكل العالم حول أهمية مصر الاقتصادية؟ أولا هو تم دعوة 5 دول نعم هذا العام لحضور قمة البريكس التاسعة، ممثلين عن أفريقيا، غينيا ومصر. أيوة. فده أولا يعكس مكانة مصر الأفريقية، خاصة وأن الصين تلقي أهمية كبرى على التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء واستثمارات الصين في القارة السمراء كما نعلم جميعا وصلت إلى مبالغ يعني تتجاوز
30 و35 مليار دولار، هم يستهدفوا الوصول الى 100 او 120 مليار دولار خلال 5 سنوات. فهذا يعكس اختيار مصر عن شمال افريقيا، ان الصين تنظر الى مصر على انها في شراكة استراتيجية ما بينها وبين مصر، وفي نفس الوقت بتدل على ان مصر من الاقتصاديات الواعدة، وانه هي على طريق الاصلاح، وان هي اتخذت خطوات ايجابية على مسار الاصلاح الاقتصادي. نعم. وان ممكن مصر تمثل اللي هم يعني المجموعة اللي بيسموها الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة، فده شهادة لمصر انها على الاقل دولة في افريقيا تسير على مسار اقتصادي يؤهلها في المستقبل انها يكون لها تعامل اكبر مع مجموعة البريكس. ده واحد. السياسة والاقتصاد لا ينفصلان، يعني لا تتصوري حضرتك ان في انفصال بين السياسة والاقتصاد. وبالتالي مجموعة البريكس زي ما زميلي العزيز قال هي اصلا كيان سياسي اقتصادي يهدف الى الحد من اللي هي القطبية الواحدة للعالم. صحيح. هي سيطرة الولايات المتحدة على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. هم بحضرتك ده يدل ايضا ان مصر ان هم من اهتماماتهم الامن العالمي ومكافحة الارهاب، فمصر دولة شريك فعال في هذا الصعيد ولها دور مهم في هذا الملف. نعم. فده برضو اشادة، وهو الراجل الرئيس الصيني اشاد بدور مصر في اكثر من مناسبة في مكافحة الارهاب. صحيح. وفي التعاون الامني. إذن كما نرى هناك شراكة اقتصادية، تحالف سياسي استراتيجي ما بين مصر وما بين الصين، والحقيقة ان هذا التحالف حتمي. احنا لازم ندرك ان احنا في عالم شراكات وتحالفات. نحن لا يمكن ان حكاية ان احنا مع مصالحنا ومش مع مصالحنا كلام جميل وكلام ادبي لطيف، لكن في النهاية امريكا ليست الصديق، امريكا ليست الصديق الاستراتيجي لمصر. وبالتالي مصر تحالفها الاستراتيجي القرار الصائب هو الاتجاه الى الصين وروسيا. هناك توازن، وايضا عايز استاذ سيد يعني حضرتك ايضا تديني رايك في هذه النقطه، انه في توازن الحقيقه في السياسه الخارجيه المصريه مع مختلف دول العالم. يعني دكتور شريف حقيقه اشار الى انه لا يمكن الاعتماد فقط على الولايات المتحده الامريكيه، ولكن هناك اتجاه الى الصين، وبنجد من خلال السياسه الخارجيه المصريه انه في توازن في العلاقات المصريه مع مختلف الدول. ولكن بما اننا بنتحدث عن هذه القمه تحديدا وعن استضافه الصين لمصر ومشاركه مصر في هذه القمه المهمه، برايك اهميه هذه المشاركه في جذب المزيد من الاستثمارات الى مصر خلال الفتره القادمه؟ بلا شك ان منتدى الاعمال اللي هيعقد على هامش القمه هيكون فرصه جيده جدا لعرض الاجراءات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمارات الاجنبيه، بدءا من اصدار قانون الاستثمار الجديد. نعم. كذلك التسهيلات التي بتقدمها الحكومه المصريه. والاهم من ذلك ميزه الموقع الجغرافي الذي تتمتع به مصر. مصر باعتبارها أو بتوصف دائما بأنها بوابة إفريقيا بحكم موقعها الجغرافي. يضاف إلى ذلك أن أي مستثمر هيقيم منشأة صناعية في مصر، المنتجات بتاعته هتدخل الأسواق الإفريقية وتتمتع بنفس المزايا التفضيلية التي تحصل عليها مصر من التجمعات الإفريقية زي مجموعة الكوميسا وغيره من التجمعات الأخرى. هذه الدول اللي داخلة في هذه التجمعات بتعفي البضائع من الجمارك، بتعطيها مزايا تفضيلية، الضرائب إلى آخره، وبالتالي اللي بيجي يستثمر في مصر بيأتي وعينه على الأسواق الإفريقية لكي يستفيد من هذه المزايا. إنما خليني أعود للجزء في سؤال حضرتك. أيوة. وهو التوازن في علاقتنا الخارجية مع المجتمع الدولي، وده مهم جدا إنه علاقتنا تبقى متوازنة، لأنه إحنا أساسا منذ الخمسينيات من القرن الماضي مصر بنت سياستها الخارجية على أساس الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، وكانت رائدة في مجموعة دول العالم الثالث ومؤسس لحركة عدم الانحياز، وقام الدور المصري
في السياسة الدولية على الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. ولكن القوى الدولية مواقفها من قضايانا ومن منطقة الشرق الأوسط تختلف من قوة إلى قوة. فبينما مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بتضع المصالح الإسرائيلية ضمن على رأس أولوياتها في منطقة الشرق الأوسط وبتتعهد بحماية إسرائيل، بنجد موقف مختلف من الصين. الصين موقفها من قضايا الشرق الأوسط موقف متوازن جدا. والرئيس الصيني الحالي عندما جاء إلى السلطة في مارس سنة 2013 أعلن مبادرة من 4 نقاط لتسوية القضية الفلسطينية. النقطة الأولى نمرة 1 أن حق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية غير قابل للنقاش، وده كلام واضح وكلام قوي وصريح ونادرا ما نسمعه من دولة كبرى بحجم الصين. النقطة الثانية في المبادرة هو اعتماد أسلوب التفاوض في حل أي خلافات من أجل بناء الثقة ودفع عملية السلام. البند الثالث في المبادرة هو اعتماد مبدأ الأرض مقابل السلام والحل على أساس قرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية. البند الرابع في المبادرة هو مسؤولية المجتمع الدولي لدفع عملية السلام والعمل على إنجاحها. في شهر مايو من نفس العام استضاف الرئيس الصيني كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل على حدة وبلغهم هذه المبادرة. كان يجب على الجانب العربي استثمار هذا الموقف الصيني وتوظيفه سياسيا من أجل الدفع لتحريك عملية السلام بشكل أفضل. فعايز أقول لحضرتك أن احنا وإحنا بننتهج سياسة متوازنة مع العالم الخارجي إلا أن الدول مش زي بعضها طبعا في توجهاتها ناحية القضايا المختلفة، في اللي بيجي المنطقة لأطماع في ثرواتها ولتحقيق أجندات سياسية معينة، فرض هيمنة، فرض نفوذ إلى آخره، وفي اللي جاي من أجل المنفعة المشتركة. وبعدين إحنا ما نيجي نفكر نقول طب إيه سر اهتمام الصين بمصر؟ لأنه يعني مش مسألة عاطفية، ولكن لأن الصين بتعتبر مصر شريك أساسي في المبادرة الأهم بالنسبة للصين في الوقت الحالي، وهي مبادرة الحزام والطريق. ليه؟ لأن احنا عندنا محور قناة السويس، ده نقطة هامة جدا في طريق الحرير أو مبادرة الحزام والطريق. هي عبارة عن 5 طرق، 3 طرق برية وطريقين بحريين، اللي هي ولذلك بتسمى الحزام والطريق. الطريق اللي هو الطرق البرية، والحزام اللي هو الطرق البحرية اللي هتمر من المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا إلى آخره. في طريقين، طريق بري وطريق بحري، مصر محطة أساسية في طريق الحرير. ليس فقط الآن، ولكن حتى في طريق الحرير القديم لما جت الأمم المتحدة عملت دراسة عن طريق الحرير القديم منذ قبل الميلاد بعقدين، وجدنا أن مدينة الأسكندرية كانت أحد المحطات الهامة في طريق الحرير. وبالتالي فالصين لكونها تعلم أن مصر هي مركز أساسي في مبادرتها الأهم، وهي مبادرة الحزام والطريق، من أجل ذلك بتعلق أهمية على مصر. وكل مؤتمر بتدعي مصر. طيب. أنا عايزة أتوقف عند النقطة دي تحديدا، المبادرة الحزام والطريق، لأن دي الحقيقة نقطة مهمة للغاية، بتدل على مدى عمق وقوة العلاقات المصرية الصينية وتفهم الصين للقوة الاقتصادية المصرية، وزي ما ذكر أيضا الأستاذ السيد لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي المهم للغاية. المبادرة دي كانت 2013. أيوة. تحديدا مبادرة الحزام والطريق أكتوبر 2013، ومصر شاركت فيها، وكان في نوع من تبادل في العلاقات إنه هذه المبادرة الصينية، وعلى الجانب الآخر على الجانب المصري الحديث عن التنمية المستدامة مصر 2030. إلى أي مدى من الممكن أن يحدث هذا التبادل الاقتصادي بين الجانبين الصين ومصر في ظل هذه المبادرة، مبادرة الحزام والطريق؟ حضرتك كل نقطة في مسار الحزام والطريق هي نقطة هب لوجستي ومناطق تبادل حر ومناطق صناعية، يمكن حضرتك أن توفر فرص للعمالة وصناعات. يعني كأن هذا الطريق حضرتك أقربها لك، عارفة زي ما بنيجي نعمل طريق صحراوي جديد،
وتنتشر محطات الخدمة على والمحلات على جانبي. هو بالضبط نفس الفكرة. هذه المسارات، الخمس مسارات اللي تكلم عليها زميلي العزيز، هي توفر فرص لمناطق تصنيع، مناطق لوجستية، مناطق تجميع، مناطق ترانزيت في كل نقطة حيوية على هذه الممرات. مصر بس عايز ألفت نظر حضرتك أنها دولة تقع داخل قارتين، جزء من مصر يقع داخل آسيا حيث الصين، وجزء آخر يقع في قارة أفريقيا. نعم. واخد بال حضرتك؟ فهذه عبقرية الموقع طبعا اللي احنا ملناش دخل بيها. طبعا. فحضرتك زي ما قال صديقي وزميلي العزيز انه حتى طريق الحرير القديم فعلا كان احد نقاطه الاساسيه مدينه الاسكندريه. فمصر طول عمرها الصناعه التجاره كلها لو تتذكري في التاريخ اللي درسناه كانت تجيء من افريقيا عن طريق بونت، بلاد بونت اللي هي الصومال تمر من مصر. رحله الشتاء والصيف اللي كانت بتيجي الحرير والصين بتمر من الشام وتمر من مصر. الممر الطبيعي لان مصر تقع على البحر المتوسط والبحر الاحمر. نعم. في نفس الوقت. وبالتالي كل نقطه على هذا المسار فرصه للتنميه الحقيقيه. طيب فرصه للتنميه الحقيقيه، ولو تحدثنا عن محور قناه السويس وتحقيق الاستثمار، ليس فقط الاستثمارات الصينيه ولكن الاستثمارات بشكل عام في هذا المحور، محور قناه السويس، راي حضرتك ايه يا فندم في هذه محور قناه السويس؟ محور لوجستي هام جدا ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي. طبعا. لأنه جزء كبير جدا من التجارة الدولية سيمر من قناة السويس، ولسنا في حاجة للحديث عن أهمية قناة السويس ولا عن أهمية محور التنمية في قناة السويس. إنما هرجع أقول لحضرتك، اسمحي لي يعني أتحدث ليه مبادرة الحزام والطريق مهمة للصين. أيوة. وليه مهتمة بمصر. حجم الانتاج الصين بيشكل حوالي 15 الى 16% من مجموع الانتاج العالمي. تجارتها السنويه الخارجيه تصل احيانا الى 4 تريليون دولار في السنه. وبالتالي الانتاج الضخم ده محتاج الى تسويق، وبالتالي هي في حاجه الى الوصول الى الاسواق ببضائعها، سواء كانت أسواق في أوروبا، أسواق في أفريقيا، أسواق في آسيا. على فكرة الاتحاد الأوروبي مش مبسوط من مبادرة الحزام والطريق، لأنه معنى ذلك أن السلع الصينية هتدخل تنافس البضائع الأوروبية في الأسواق الأوروبية وفي الأسواق الأفريقية والأسيوية. الصين بتعلق أهمية كبيرة لأنها النهاردة تعتبر أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، دولة بتصدر كل حاجة تقريبا، وبالتالي هي محتاجة لإنجاح مبادرة الحزام والطريق. ومن أجل ذلك أسست البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورصدت له 100 مليار دولار، ومصر هي أحد الدول المؤسسة في هذا البنك، وإلى جانبه أيضا صندوق طريق الحرير 50 مليار دولار. كل هذه الأموال بترصد لبناء موانئ ومطارات ومحطات قطارات وكل المرافق الأساسية واللوجستية اللازمة لمبادرة الحزام والطريق. مصر في قلب ده، مصر بحكم موقعها الجغرافي في قلب ده، يضاف إلى ذلك الرصيد التاريخي الغني والثري في العلاقات بين مصر والصين، عمل جدار عالي من الثقة المتبادلة والمزاج الشعبي العام. الصين ليس لها أطماع في مصر، وكل منهما بيحترم ميثاق الأمم المتحدة، لا يرغب في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، سياستهم متوافقة منذ لقاء عبد الناصر وشوين لاي في باندونج عام 1955. هناك رصيد من الصداقة والعلاقات المتميزة. فعندما تأتي مبادرة زي مبادرة طريق الحزام مبادرة الحزام والطريق، فهي بتعمل إطار جديد لتوثيق العلاقات الصناعية بين مصر والصين، وتضعها بالفعل ليس قولا فقط، أنها تكون شراكة استراتيجية قولا وفعلا. لو هنتحدث عن المشروعات المشتركة
اللي بتأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية القوية، زي مثلا مشروع القطار الكهربائي، زي طبعا التعاون اللي بيدور بشكل واضح جدا عند محور قناة السويس، زي أيضا ما أشار أستاذ السيد هاني. حضرتك شايف أن أوجه التعاون المشتركة من خلال المشروعات اللي بين مصر والصين مستقبلها إيه خلال الفترة القادمة؟ هي حضرتك حجم التداول أو المعاملات التجارية بين مصر وبين الصين سنة 2016 تجاوز 10 مليار دولار. الصين هي رابع مصدر للسياحة المصرية حاليا. حضرتك عدد المشروعات الصينية اللي في مصر تضاعفت في السنة الأخيرة، يعني حضرتك تضاعف كبير جدا، وصل العدد إلى أكثر من 140 مشروع في مصر. الصين حضرتك فرص التبادل والاستثمار، طبعا الاستثمارات في مصر ما زالت يعني بالنسبة لإمكانيات الصين متواضعة، لكن ينتظر أن هذه الاستثمارات الصينية خاصة في منطقة محور تنمية قناة السويس أنها تصل إلى 11-12 مليار دولار بحلول 2020 إن شاء الله. في مجال الاستثمار الصيني في مجالات كثيرة، مجالات الصناعات، صناعة الاتصالات والكوميونيكيشنز والكلام ده، في مجال الصناعات التعدينية، في مجالات الصناعات الكهربائية، في مجالات. الصين دولة متقدمة في التصنيع، وإحنا مصر بالنسبة لنا في مجال إن إحنا نصدر حاصلات زراعية، أساس، جلود، بعض الأسمدة النيتروجينية، حاجات من هذا القبيل إلى الصين. لكن الأهم من ذلك إن حضرتك تبني قواعد صناعية في مصر أو في منطقة أو في محور منطقة محور تنمية قناة السويس لنقل المعرفة، نقل التقنية. العالم الغربي لما نتكلم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخيل في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى دولنا، هو يريد أن تبقي دولة مستهلكة. أملك أنك تملك المعرفة وتنقل التقنية عشان أنت تبقي دولة منتجة للأشياء الأساسية، هو في التعاون مع دول البريكس وفي مقدماتها الصين وروسيا. فدي الأهم، نقل المعرفة الأهم بكثير من أن حضرتك تستوردي أو تعملي أو نقل المعرفة والتقنيات اللي بيها تقدر تبني قاعدة صناعية حقيقية مصرية تكون قاطرة التقدم. إنما طول ما أنت حضرتك بتعتمدي على أنك دولة بتقيم صناعات تجميع، 90% من الصناعات المصرية القائمة هي مجرد تجميع، ثلاجات، غسالات، سيارات، هم لا ينقلون إليك تقنية أو معرفة. هذا هو الأهم بالنسبة لواحد زي أنا، هو انتقال المعرفة والتقنيات والخبرات من دول راغبة في شراكة، دول ليس لها أطماع استعمارية أو كما يسمونها إمبريالية في المنطقة، فهي دول تؤمن بأنه الاقتصاديات لا يوجد تصادم بين الاقتصاديات الصاعدة والدول النامية وبين مصالح الدول الكبرى. يعني مش لازم طرف يزداد ثراء ونموا على امتصاص دماء الطرف الآخر، اللي هو الفكر الاستعماري الكولونيال القديم اللي هو رائدة انجلترا ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية. دي النقطة الأهم بكثير من النظر إلى جزئية السلع واللي بنتبادله من نقل المعرفة. نعم. خليني أضيف يا فندم إلى هذا الكلام. اتفضل يا أستاذ سيد. أن الاعتماد، لأن أنا عايز أتكلم برضو في النقطة دي مهمة بصراحة. أن الاعتماد على الذات هو أساس التنمية الحقيقية. طبعا. والعنصر البشري هو أهم مصادر التنمية. صحيح. كوريا الجنوبية إمكانياتها وثرواتها الطبيعية محدودة جدا، مساحة ضيقة جدا من الأرض، كلها تضاريس جبلية، ثرواتها الطبيعية محدودة جدا، إلا أنها بالاعتماد على العنصر البشري أصبحت النهاردة الدولة الأولى على مستوى العالم في صناعة السفن، في صناعة البرمجيات، أسرع دولة في الإنترنت، بها تاني أكبر مصنع للحديد والصلب على مستوى العالم، بتنتج 7% من حجم الإنتاج العالمي من السيارات، حجم تجارتها الدولية مع العالم
تجاوز 7% مستوى دخل الفرد تجاوز $40,000 بالاعتماد على العنصر البشري. يجب ان احنا نحاسب انفسنا ونلوم انفسنا، لان الدول اللي كانت في مصفنا زي الهند سبقتنا بكتير. منذ شهور قليلة اطلقت الهند صاروخ الى الفضاء بيحمل 104 قمر صناعي على صاروخ واحد. احنا فين النهارده؟ وبالتالي يجب ان احنا نعتمد على ذاتنا بما لدينا من امكانيات وبما لدينا من علماء ومراكز بحوث وبما لدينا من ثروات. المصريين لهم اكتر من 2 تريليون جنيه في البنوك، يجب ان دي توظف في الاستثمار ونعتمد على انفسنا لبناء انفسنا. عايز اضيف هنا بقى يعني انه على مدى اليومين بتتحدث دلوقتي عن الموارد المادية وايضا الموارد البشرية لابد من استغلالها بشكل اساسي. بالظبط تمام بالظبط. عايز اضيف حاجه بقى انه على مدى الثلاث ايام اللي فاتوا وسائل الاعلام بتتحدث عن انه مصر هتبقى عضو في البريكس. انا وجهه نظري عضويه البريكس لن تقدم ولن تؤخر. حصول مصر على بطاقه عضويه البريكس لن يفيد كثيرا. المهم ان احنا هل هنتقدم بحيث نمتلك اقتصاد قوي يضعنا على نفس المصاف مع هذه الدول ولا لا؟ اما بطاقه العضويه فهتبقى عضويه، يعني عضويه شرفيه مثلا. طب خليني اتكلم على في نقطة الحقيقة مهمة، انه اكيد هذا الملتقى الاقتصادي مع اكبر الاقتصاديات نموا في العالم، انه هذا الوجود المصري الاقتصادي الى اي مدى من وجهة نظرك دكتور شريف هيسهم انه يكون في لقاءات ثنائية بين الفريق الاقتصادي طبعا المرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع يعني ممثلي الشركات الاقتصادية الموجودين في هذا التجمع، إلى أي مدى هيسهم في زيادة التبادل الاقتصادي، زيادة الاستثمارات في مصر؟ بص حضرتك، أيوة، دور القيادة السياسية أنها تطرق الأبواب وتفتح الأبواب، ده دورها حضرتك. بعد كده المناخ بقى، المناخ السائد اللي احنا بنتكلم عليه، الاستعداد انك انت حضرتك تواكبي هذا الايقاع السريع لدول زي دول البريك، يعني انت حضرتك محتاجه الاليات حقيقيه. النقطه اللي اثرها الزميل العزيز نقطه مهمه جدا اللي هي القوى البشريه. صحيح. اساس القوى البشريه ايه؟ التعليم السليم. صحيح. لما سئل الكوريين، لما سئل الماليزيين، لما سئل أي إنسان كان في منذ 10-15 سنة أو 20 سنة في نفس مركزنا كيف تقدم؟ قال بالتعليم. يعني ليس هناك سر أو أعجوبة في القصة، لكن لابد من الاهتمام بالتعليم، التعليم الأساسي والتعليم الفني والتعليم المهاري وحاجات كتير. دي المقومات اللي يجب أن نمتلكها لنلحق برقب التقدم. حضرتك إحنا لن نلحق برقب التقدم بمجرد إن إحنا نبقى بنحضر مؤتمرات أو زي ما بيقول ضيوف شرف في منظمات عالمية. أين دلونا إحنا؟ أين إضافتنا؟ أين القيمة المضافة اللي إحنا نضيفها لهذه التجمعات الاقتصادية الواثبة الواعدة؟ الرئيس راح وفتح الأبواب والعلاقات السياسية بتمهد لتعاون، ماشي. فين بقى المناخ هنا؟ المناخ الاستثمار مناخ على فكرة، مش قوانين. بيئة حاضنة، في بيئة حاضنة وفي بيئة طاردة. صحيح. حضرتك البيئة الحاضنة دي بيئة تشريعية، بيئة أخلاقية، بيئة إدارية، يعني مكونات. لكن احنا نيجي نقول النهاردة الراجل يروح ويجي هنا يفاجئه ان في تعويق وتعقيدات وارتعاش وتردد، وان احنا البيس بتاعنا الايقاع بتاعنا بطيء في الحركه. لابد ان احنا حضرتك نبقى نستغل ما تحققه السياسه من فتح الابواب عشان نبتدي احنا نحول هذه الى بقى ايه؟ اليات اقتصاديه للتعاون. اليات، برامج، افعال، مش كلام ووعود واماني. حضرتك بتجد انه هذه القمة هتفتح المجال امام التفعيل وليس مجرد انه يكون كلام يقال؟ يعني ندعو الله، لان احنا من سنة 2013 يعني الراجل حقيقة ما يعني كما نراه جميعا يدور في جميع انحاء العالم، والعالم بيفتح لنا الابواب وبيقول تفضلوا.
احنا بقى علينا ان احنا ايه ندلو بدلونا ونتقدم بالفعل مش نعم. بالكلام. طيب استاذ السيد في الحقيقه نقطه مهمه عايزه اتكلم فيها، وهي فتح المجال امام تفعيل اتفاقيه ميركسور مره اخرى مع البرازيل. النقطة دي عايزة حضرتك تكلمني عنها، لأنه من المعروف أنه البرازيل هي من الدول اللي بتجمعها مع مصر اتفاقية تجارية، والمنتظر أنه هيتم التطرق إليها من خلال وزير التجارة، وهيبحث مع الوفد البرازيلي إدخال هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالفعل، وبالتالي هتفتح لمصر سوق تصديري كبير جدا هو السوق البرازيلي. إلى أي مدى من الممكن أن يسهم ذلك أيضا في فتح أسواق تصديرية جديدة لمصر واستثمارات أيضا جديدة؟ أجاب حضرتك في نقطتين. اتفضل. أولا بالنسبة للاتفاقيات التجارية موجودة بين معظم دول العالم. إحنا مع الصين بس موقعين أكتر من 120 اتفاقية. فالاتفاقيات دي بقت جزء من العلاقات الثنائية أو ترسم أطر للعلاقات الثنائية. أيوة. فهي موجودة بين معظم دول العالم. إنما الشيء اللي يجب إن إحنا ننتبه له هو إن مجموعة دول أمريكا اللاتينية مدت يدها للدول العربية وتعقد أكثر من قمة عربية لاتينية. في إحدى هذه القمم لم يشارك من الـ 22 دولة عربية غير رئيسي دولتين فقط. يعني أمريكا اللاتينية عايزة تتعاون معنا وتدخل معنا في شراكة تجارية واقتصادية وتنسيق سياسي، لأنها عايزة تتحرر من سطوة الجار الأمريكي بأنها تمد أذرعها إلى الشرق الأوسط، إلا أننا مش مهتمين بذلك. ففي اتفاقيات كثيرة مع دول أمريكا اللاتينية يجب تنشيطها، يجب أن إحنا نركز على تفعيل القمة، لأن في آلية اسمها القمة العربية اللاتينية، وده دور بيقع على كافة المؤسسات العربية وعلى رأسها جامعة الدول العربية والحكومات العربية والقادة العرب، أن هم ينتبهوا ويستغلوا حرص دول أمريكا اللاتينية على توثيق علاقاتها مع الدول العربية. في هذا الإطار بتأتي العلاقات المصرية البرازيلية، باعتبار أن البرازيل دي دولة من الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية اقتصاديا، وحتى من حيث تعداد السكان ومن حيث الدور السياسي إلى آخره. وكذلك مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودولة رائدة على مستوى العالم الثالث، وبالتالي فهناك تكافؤ بين القوتين المصرية والبرازيلية، ويجب التفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة مع البرازيل. مش هتلاقي اتفاقية تجارية بس مع البرازيل، يمكن هتلاقي 10-15 اتفاقية في مختلف المجالات. طيب في هذا الإطار كيف يمكن تنويع الأسواق يعني أو قواعد الصادرات لهذه الدول، أن يكون في أسواق جديدة أيضا في الدول النامية، يعني ليست فقط البرازيل ولكن أيضا دول أخرى؟ بص حضرتك، خلينا نتكلم كلام منطقي. المفروض أن يكون الهدف الأول ليكي القارة الأفريقية اللي هو الجار القريب. نعم. حضرتك لا يمكن ان احنا نروح نبحث عن التصدير الى امريكا اللاتينيه، لان التكلفه طبعا حضرتك لك ان تتخيلي المسافه و يعني الاول خلينا نتكلم الكلام المنطقي. انا اقرب سوق واعد بالنسبه للصادرات المصريه ممكن، وليا ميزه نسبيه فيه نتيجه المسافه، وممكن يبقى فيه طرق بريه غير الطرق البحريه، هو السوق الافريقي، بخلاف طبعا المنطقه العربيه اللي هو الكلام اللي عاملين نتكلم عليه بقى عشرات السنين، اللي هي ايه السوق العربي المشترك و اذا احنا لابد ان احنا نركز في المرحله الحاليه على السوق. الصين حضرتك على الرغم من بعد المسافه بينها وبين افريقيا، الا ان البعد الاستراتيجي خلاها تستثمر مليارات الدولار، أقامت السكك الحديدية، مدت يد العون في أفريقيا على الرغم من بعد المسافة، ونحن نقع في شمال القارة الأفريقية ولنا طرق برية يمكن بنعدي دلوقتي للسودان حضرتك بالطريق البري. إذا أنا النهاردة كصادرات مصرية أستهدف القارة الأفريقية أولا. بالنسبة لو كان عندي فائض في الإنتاج قابل للتصدير أبتدي بقى أفكر المرحلة الثانية زي ما قال الأسواق الصديقة. يعني أنا ما أقعدش أتعب نفسي في الاتحاد الأوروبي اللي هو حضرتك بيضع اشتراطات نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة ومستوى الوعي الصحي، يعني بيعقد من مسألة التصدير بالنسبة لي. إذا بعد السوق الأفريقي أستهدف المفروض الأسواق الصديقة
امريكا اللاتينيه، لان بيني وبينها تبادل تجاري، انا احتاج الى السكر، احتاج الى القمح، احتاج الى اللحوم الحيه، كل ده موجود في امريكا اللاتينيه. الصين اسف البرازيل والارجنتين، البترول والمواد البتروليه، يعني هي سوق يملك ثروات ضخمه. انا احتاج الى التعامل معاه كسوق اضعه في الاولويه الثانيه بعد السوق القريب، السوق الافريقي. نعم. اسمحي لي يا استاذه ريهام، قبل البحث عن الاسواق يجب ان نهتم بان المنتج المصري يكون جودة. به مواصفات جوده عالميه. صحيح. عشان اعرف ادخل الاسواق دي وانافس. انما انا النهارده اما اجي افعل اتفاقيه تجاره مع البرازيل، انا بستورد من البرازيل فراخ، يعني لما مؤاخذه زكاه الناس وصلت للفضاء ومشيت على القمر واحنا لسه مش عارفين نربي فراخ، يعني مساله خطيره ان انا لسه بستورد الفراخ من بره علشان خاطر مش قادر اوفر العلف. فاذا انا يجب اولا المنتج المصري سواء كان مواد غذائيه او ادويه، واحنا عندنا قاعده صناعيه لانتاج دواء ينافس المنتجات الادويه من العالم كله. عندنا احنا قاعده وامكانيات لانتاج منتجات ذات جوده عالميه قادره على المنافسه في الاسواق. طب ده يخليني اسال حضرتك على انه اكيد في دور مثلا لاتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجاريه، انه يبقى ليها دور اكبر في جذب المزيد من الاستثمارات. طبعا اكيد حضرتك متابع انه غدا ان شاء الله السيد الرئيس هيلقي كلمه امام منتدى رجال الاعمال او منتدى البريكس، يعني رجال الاعمال في البريكس على هامش هذه القمه، وهيشارك فيه عدد كبير جدا من رجال الاعمال على مستوى العالم. دور اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجاريه ايضا في هذا الإطار في زيادة الاستثمارات أو جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؟ بلا شك هو دور مهم جدا. المهم أن هذه الاستثمارات تكون شراكة حقيقية، ما نبقاش مجرد أن احنا بنأجر له الأرض. أيوة. وبعدين يصبح الموظف المصري مجرد أجير عنده، لا، نبقى شركاء في المشروع، وانا بمده بالطاقه، بديله ارض، ابقى شريك في المشروع، ما بقاش مجرد باجر له ارض فضاء يقيم عليها مشروعه. انما سؤال حضرتك بالنسبه للمواصفات الجوده، اذا كان عايز تقصدي ان دور اتحاد الصناعات، لا، دور الحكومه، ويجب ان يكون في عقوبات رادعه. المصنع أو المنتج اللي ينتج مواصفات لا تتوفر بها صفات الجودة وعناصر الجودة يقفله على طول، لأنه المنتج اللي سيء هيسيء إلى سمعتنا. صحيح. يعني أنت النهاردة، أنا مش عايز أذكر بعض الدول في شرق آسيا، مجرد أنك تقول له ده صنع في المكان الفلاني بيخاف منه، لأنه الدولة فقدت المستهلك فقد ثقته في كافة منتجات هذه الدولة، مش عايز أذكر. وفي دول تانية في شرق آسيا مجرد تقول أنه صنع في كذا تشتري الحاجة، سواء كانت سيارة أو سلعة كهربائية إلى آخره. فالدول لها سمعة. صحيح. ولذلك بيتكتب made in Egypt، made in Germany، made in England. ليه؟ لأن كل دولة لها سمعة، وبالتالي فالمنتج الرديء سيسيء إلى السمعة المصرية وإلى كافة الصناعات المصرية، فلا بد أن توقع عليه عقوبة رادعة أقلها إغلاق المنشأة بتاعته. تفضل يا دكتور شريف. اتساقا مع هذا الكلام، النقطة تبدأ من احترام المستهلك المصري. طبعا. لو أنا بحترم المستهلك المحلي، لو أنا في جهات للرقابة على المواصفات القياسية اللي يباع الإنتاج المحلي، لا يمكن أنا ما احترمش المواطن المصري واحترم المستورد الأجنبي. أنا بتظاهر باحترامه تحت الضغط، لكن ما هيش ثقافة، ما هيش ثقافة مغروزة في المنتج المصري. يبدأ التصدير من منتج محلي قوي. غير كده كلام فارغ. لابد أن أحترم المستهلك المصري وأقدم له سلعة حضرتك تخضع للمواصفات القياسية اللي الجهات الرقابية منوط بها الرقابة عليها. لما احترم المستهلك المصري من غير ما أبذل مجهود، التصدير يصبح عملية أوتوماتيكية تلقائية، لأني بنتج وفقا لمواصفات. لكن لما استهين بابن بلدي المستهلك المصري واديله أي حاجة، واجي بعد كده أصبر، الاقي نفسي في حيز بيص، وابتدي بعد كده اقول الناس دي متعسفه ولها طلبات مبالغ. الناس دي لا متعسفه ولا لها طلبات،
ولكن هي ما بتقدرش تبيع في بلادها إلا أرقى المنتجات. صحيح. طيب قبل ما نختتم هذا الحوار أستاذ السيد، ما الذي تتوقعه من دول هذا التجمع، تجمع بريكس؟ هل من الممكن بعد هذه القمة أن يكون في فرص استثمارية حقيقية في السوق المصري؟ بلا شك، لأن محور تنمية قناة السويس هو من أهم الفرص على مستوى العالم. مصر تمتلك عناصر جذب قوية للاستثمار، سواء بحكم موقعها الجغرافي أو بحكم إمكانياتها الاقتصادية أو بحكم حتى العنصر البشري المتوفر عندها. يعني احنا عندنا عمالة، عندنا مهندسين، عندنا خبرات مختلفة، عندنا ناس بتتكلم اللغات الأجنبية. لما يجي المستثمر الأجنبي هيلاقي مهندس مصري مثقف بيتحدث باللغات الأجنبية يستطيع أن يتعامل معه، وبالتالي فالإمكانيات البشرية التي نمتلكها، الموقع الجغرافي الذي نمتلكه، المحور قناة السويس، وده من أهم المحاور له أهمية لوجستية كما بدأت في الكلام، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على المستوى الدولي، دي كلها عناصر جذب، بالإضافة بقى إلى التسهيلات الأخرى اللي بيقدمها قانون الاستثمار الجديد والاتفاقيات اللي احنا موقعينها مع عدد من تجمعات الاقتصادية الدولية زي التجمع الكوميسا في أفريقيا، وكذلك الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة في إطار جامعة الدول العربية مع بقية الدول العربية. كل منتج حينتج هنا في مصر هيحصل على المزايا التفضيلية التي نحصل عليها من هذه الاتفاقية. نعم. كلمة أخيرة أيضا من حضرتك دكتور كلمة شريف. أخيرة. فضل. الكرة في ملعبنا، علينا أن نعيد النظر في منظومتنا الأخلاقية. الاستثمار مناخ لإطار أخلاقي، لابد أن نقاوم الفساد، لابد أن نقاوم المحسوبيات، كل ده منظومة أخلاقية. المنظومة الإدارية التشريعات بتطورها زي قانون العمل زي 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 المنظومة التشريعية قانون الاستثمار و و و و البنية التحتية، نملك كل المقومات، لكن كل هذه المقومات يحركها بشر. هؤلاء البشر يحدهم إطار أخلاقي، إن لم يوجد هذا الإطار الأخلاقي فالكرة ليست في ملعب. طيب عشان بس قبل ما نختم، دي نقطة مهمة ما ينفعش أن أنا فوتها. فضل. منظومة التشريعات الاقتصادية أهميتها وأهمية تطويرها أيضا علشان تتواكب مع هذا التطور الاقتصادي اللي بيشهده العالم حاليا. العالم كله طالب إيه؟ حرية انتقال العمالة، حرية انتقال رؤوس الأموال، حرية تصدير الأرباح، مش كده؟ حرية استيراد المواد الخام، حرية وحرية وحرية وحرية، كل ما يشجع العملية الاقتصادية المطلوب من التشريعات القانونية إنها توفر له الإطار القانوني. ليست كيمياء ذرية حضرتك، معروف إيه المطلوب ومعروف إيه اللي مش مطلوب ومعروف إيه الغلط ومعروف إيه الصح، المهم وجود الإرادة. أشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ السيد هاني الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية ونائب رئيس تحرير الجمهورية، شكرا جزيلا لحضرتك. وجزيل الشكر دكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، بشكركم، وإن شاء الله هذه القمة وهذه المشاركة المصرية تسفر عن نتائج جيدة بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. أشكركم وكل سنة وحضراتكم طيبين. ومشاهدينا في نهاية هذه الحلقة أيضا بشكر حضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. غدا إن شاء الله لقاء جديد وفريق عمل جديد في من القاهرة. إلى اللقاء.